اليوم عندنا لقاء تواصلي مع الشركاء الاجتماعيين متعلقة بالفترة ما بين 1969 إلى غاية سنة 2005. هذه الديون ديال الضمان الاجتماعي فيها بطبيعة الحال الديون الأساسية وفيها ديون متعلقة بالدعائر. هذه كنعتبروها فرصة باش الفرقاء والشركاء الاجتماعيين ديال الضمان الاجتماعي يستافدوا من الإلغاء تام أو جزئي ديال هذه الديون المتعلقة بالدعائر. وبالتالي احنا بشراكة مع غرفة الصناعة الدار البيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن طلس مدير جهوي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة سيدي عثمان الحيد حسن. موضوع مهم اللي تهم جمع المقاولات ألا وهو يعني القرار اللي خرج في مارس 2015 واللي كيهم الإعفاء الكلي أو الجزئي من الدعائر ومتأخرات ديال التحصيل. يعني كان لازم نتواصلوا مع الناس باش يعرفوا المدة اللي يمكن لها يوضعوا الطلب باش يستفدوا من هذا الإجراء، كيفية الاستفادة، مع من يتصلوا، عشنا هي الـ يعني الـ القدر ديال الاستفادة، لأن الاستفادة تقدر توصل حتى 100% من هذه المتأخرات.